القسبجي. السلام ومرحبا بكم في فقرة القسبجي لليوم. طارق الحناشي باش نرجعوا للجو نتاع الراب في القسبجي. اي واليوم مش انا اللي لوجت، بعثوهم لي العباد هذا الكليب هذا تبعث لي يمكن 10 مرات. فما وليد رابر جديد. اذا راح نخلصوك كان على الفقرة اللي تحضرها انت. بيان سور. كي بعثوها لك لا. عاملين فازة كي بعثوا لك انت تعطينا فلوس. كي صدقت انت. جت عليك. باهي تفضل. ما فماش منها الحكاية. باهي. باهي يا خويا نسمعوا الرابر هذا نتفرجوا فيه مع بعضنا، ركزوا معايا. هذاك نتصور 13 ans اقل مش يوسف اسمه 11 ans اسمه مش يوسف اسمه داوسر داوسر سامحني امسي داوسر رابور خويا داوسر هذا نهر في الجنة. باي نسمعوا مع بعضنا كلمات داوسر وهو في عمر الزهور مازال مبلغش. نسمعوا مع بعضنا داوسر. اي ملا طبعا عشنا كيما الجنجاوي تعبنا صبرنا خدمنا وين خدمنا خدمنا الليلي شهر ما تحب الفيرا وين تعبنا وخدمنا لا ومن الحوارات نعرف وقعت 25 سنة لتولى غنيها أبار اللي خدمنا فما كيما الجنجاويت قلت لي حاجة أحمد سمعت قلت حاجة بخير تحكي ذا روحك مدخلني أنا عجبتني وسهرنا الليلي خاطر احنا شنو في عمر محفظات في السيف نسهر وشنو العشرة العشرة ونص في السيف طارق الإنجليزية تكب ساعتها في البلاد أقسم بالله العظيم عشنا كيما الجنجاويت الجنجاويت هي جمع جنج بيان سور معناتها كيما نقولوا جر الجرلويت فهمتي أي. مين المينيت بوي بويت فهمت بالضبط لكن فما أغنية أخرى شيك عجبتني مازال جايك حاجات قوية ترى قاعد ياخذ يسمينك في الانجلي كل تورا في شيخ فما هما ستة كلمات خلينا نكملهم فما فما أغنية خويا جمعتينا ذوما قلب الدنيا على الانترنت وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى الانستغرام باهي وين الدور تلقاها الأغنية هذه دونك جيتي اوبليجي أني نحكي عليها خلينا نسمعوا منها كل مرة بارتي ونحاولوا نفهموا مع بعضنا كلمات الأغنية هذه هي تعطيني يلا يعطيني كريشتارهم كيما جيروت مش بنعاني كيفي ماركي وتعيش تعاني بلاش بين سمحني وين دور هذه في الفيسبوك خاطر ما عرضتنيش انا استنى انا ذي حطينا مع ما فهمت حتى شيء كان بينالتي الفيسبوك نتاعك وين انت شتي لي باج تبع فيهم تبع الهند فما قبل كل شيء جاني تفهموا اللي راهي بينالتي مش بيلانتي هو احنا نتفهموا ساعه احنا ما سمعنا شيء ما يسالش كان عندها اموله راه تعودها ما فما حتى اقلق اي وي ام وي ام سامحني يلا نعاودوا وي ام كان عندك اوبسيون بالغالونتي هو اسمه بينالتي بينالتي الرابور اسمه يغني مع سماش يحكي على بينالتي زرخني ربي اسمه سلومه تراه شوتلنا البينالتي كريستارهم كيما جيروت مش بنعاني كيفي ماركي وتعيش تعاني بلاش بينالتي مش عنده موهبه حتى كي تسمعوا مرتين ما تفهموش خدم انت الفقره خويا فما حتى مش خليك ما تماركيش تعيش تعاني ما تجيكش بينالتي اي سيفري المعنى ما نعرفش انت خاطر ما تفهمش كوره ما نعرفش هاي امي سبورتيفا تفهم فسر له في نفس الاغنيه في نفس الاغنيه حشمنيش بروحي احكي معها حجر احكي معها ثلج احكي معها جبل عليه ليش اللوطه صح عليه ليش كذا ما نبعدوش باه نسمعوا في نفس الاغنيه زاد الكلمات هذوما مع الرابور سماش اللي هو ضارب تو البريود هذه على الاخر بيان سور حاب نسمع الكلمات هذوما سماش لحيش تعلوبه عبيد البر عبيد الداخل فما عبيد في البيست عبيد في المحبست لعينك ليت مخمست وقف عليها مجبريه قامه جبريه هذه قامه جبريه جبريه فوالا ظاهر كنت كونكتك كان يحكي انس هاي مروان فهمتي نابيستي النابيست فما عبيد البرا فما عبيد الداخل فما عبيد في البيست في البيست هاك عماله فيك فما عبيد في البيست فما فما عبيد في المحبيست المحبيست هي اكلي على جنب في الاوتوروت صحيح فما العينين كثرت مخميست مخميست كما يقولوا حاشيكم خمسه في عينيك حشينا فما فلسفه كبيره في الغنيه هذه ولكن تو هي ضربه في التيك توك وفي الفيسبوك تو باش تعرفها الغنيه اللي انا قاعد نحكي عليها وباش نتاكد لي اغنيه ضربه على الاخر كان نسمعوا الاكستري هذا ربي يستر وي وي لحيه خفه ورزانه بوسيدي ماما مخي تونسيانه تحل فمك كتير ولك بيه مش كي تبدا بيرانا ايه رايك الكلمات اما ما فيش بيوب جمله ما فيش بيوب بيوب على زوز فرد وقت مش نطردوا ليه الثانيه ما عادش عاد انا نحب نفهم المعنى لا واحده بركه شو اسمها هي الثانيه ايقاف يا طارق الريتم كيفاش قالها تلصق في المخ وتقعد تتعاود ديجا ناشع على الاخر قاعد نراها فيها تيك توك لحيه خفه بخفه ورزانه بيسي انا ومخي مخي شنو هي؟ مو على البيوب وانا هي شو؟ وانا هي وين؟ عندي ملحف ترد اما انا ننصحك تسيب عليك من التيك توك ليه ننصحك ما عادش تبع لي ابعثولك اخدم فقرتك وحدك سنو عندي زاد باش تولي تبعث لنا كيفهم مستمع عادي
شكرا يعطيك الصحة. دونك كانت هذه قصبجي لليوم، نتقابلوا غدوة. اسمعني بون كوراج للرابر الكل في اللي قاعدين يخدموا فيه، ونحبهمش يتغشوا. وظهر لي انا نخدم لهنا نعدي في القصبجي.